والآن نتحول إلى المتابعة الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال والجلوة الاقتصادية ورجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا يوسف، شكرا إيمان. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال محلية والعالمية نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار واستكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد. تهدف هذه المرحلة إلى تنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، وأيضا البدء في العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية في الموانئ أيضا. وإلى مؤشرات البورصة المصرية التي سجلت ارتفاعات جديدة لدى إغلاق التعامل في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية وأيضا المستثمرين العرب الأفراد. فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع، ربح مال رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.079 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وأيضا صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.3 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة بلغت 1.35% ليبلغ مستوى 17003 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 1.2% ليبلغ مستوى 2971 نقطة. فيما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، الذي أضاف نحو 1.13% إلى قيمته ليبلغ مستوى 4336 نقطة. ونتحول إلى أسواق البترول العالمية التي ارتفعت أسعار النفط فيها، بينما حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأمريكية من المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات الروسية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة امبارات 1% لتصل إلى 81 دولار و44 سنتا للبرميل. هذا فيما صعدت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.1% إلى مستوى 474 دولار 75 سنتا للبرميل. فيما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.52% لتصل إلى مستوى 2 دولار 71 سنتا للتر. في المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 5.2% لتسجل $2.29 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن مخزونات البلاد من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2021. زادت مخزونات نواتج التقطير أيضا، بينما تراجعت مخزونات البنزين. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت إلى 7.6 مليون برميل إلى 479 مليون برميل في الأسبوع الماضي. أظهرت البيانات أن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط إلى 17000 برميل يوميا في الأسبوع ذاته، كما انخفض معدل تشغيل المصافي بنسبة بلغت 0.6%. أوضحت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع إلى 1.9 مليون برميل.
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي. كشفت وزارة العمل الأمريكية على أن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى تراجعت إلى 3000 إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 192,000 للأسبوع الماضي. وبشكل منفصل، أكد تقرير من وزارة التجارة أن الاقتصاد نما وبقوة في الربع الرابع من 2022، على الرغم من أن جزءا كبيرا من زيادة الإنتاج جاء من سلع لم يتم بيعها لدى الشركات. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى الزملاء يوسف وإيمان، فإليكم. شكرا لك رجائي.